أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في الفقرة الثانية من سهرة الليلة، حيث نتحدث عن مبادرات مكافحة الفقر في مصر. كشف التقرير النهائي عن حالة الفقر والأمن الغذائي في مصر أن نحو 13 تقريبا مليون مصري، أي 17% من السكان، يعانون من نقص الأمن الغذائي. كما رصد نفس التقرير المشترك لبرنامج الأغذية العالمية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، كشف عن ارتفاع نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاثة الماضية. البيانات التي وردت في التقرير تكشف النقاب عن مجموعة من الحقائق الأخرى، منها أن نحو 15% من السكان في مصر انضموا إلى شريحة الفقراء بين عامي 2009 و2011، مقابل 7% فقط خرجوا من هذه الشريحة. هذا بالإضافة إلى الارتفاع المستمر لمعدلات سوء التغذية، خاصة التقزم بين الأطفال. ليست هذه الأرقام وحدها التي تكشف حجم المعاناة التي يعيشها المصريون، بل إن أرقاما رسمية أخرى تؤكد أن نسبة الفقر في بعض محافظات الصعيد تجاوزت 50%، أن أكثر من 25% من المواطنين في مصر يعيشون بأقل من دولارين في اليوم الواحد، وهو المعدل الدولي لقياس خط الفقر. في هذا القسم من تغطيتنا الإخبارية نلقي الضوء على دور المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة الفقر في مصر، ويسعدنا أن نرحب بضيفينا الكريمين في الاستوديو الآن. الأستاذ مصطفى زمزم، المتحدث الإعلامي باسم جمعية الأرمان. أستاذ مصطفى، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. كما أرحب بالأستاذة مروة عبد المقصود، المتحدث الإعلامي باسم جمعية رسالة. أستاذة مروة، أهلا بك. أهلا يا فندم. طيب، يعني قبل أن نبدأ اسمح لي أن احنا نستعرض في هذا التقرير أهم معدلات وبيانات الفقر في مصر، ثم نبدأ الحوار مباشرة. إذن كيف تساهم الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفقر الذي قرأنا تقريره منذ قليل؟ أرحب بضيفي الأستاذ مصطفى زمزم والأستاذ مروة عبد المقصود. أستاذ مصطفى، نبدأ الأول يعني حجم الظاهرة، لأن احنا حين قرأنا هذا البيان وهذه المعدلات ربما ينظر إليها البعض بأنها معدلات مخيفة. هل وصل الموضوع إلى هذا الحد بالفعل؟ بالتاكيد احنا يمكن في البدايه طبعا اسمح لي ان انا اشكر حضرتك والقناه ان انتم فتحتوا هذا الملف، لانه ملف شائك جدا بعد ثوره 25 يناير. للاسف احنا كنا متخيلين ان الموضوع هيكون فيه استجابه سريعه ان يحصل طفره في المعدلات الفقر في مصر، لكن ده حصل عكسي. احنا النهارده بعد 25 يناير في ازدياد لنسبه العماله اليوميه. الناس بدل ما كان في عمل بشكل شهري او مستمر او في مكان بيفير له رزق فيه بشكل دائم، ده انقطع. الجزئيه الاخرى ان احنا كمان المعدلات البطاله زادت جدا الفتره الاخيره سنتين الاخر. عندنا كمان في القرى الفقيره في صعيد مصر احنا وجدنا من خلال جولاتنا وتفقدنا للاسر الفقيره ان مشروعات البنيه التحتيه والمشروعات اللي هي يمكن نقول عليها الحد الادنى للمواطن في المعيشه الكريمه، سواء توصيل ميه او كهرباء او منزل يسكن فيه او مصدر رزق بشكل مشروع تنموي، ده برضو بدا يندثر او يقل بشكل كبير الفتره اللي فاتت او سنتين الماضيتين. لقينا كمان من دراستنا لبعض الحالات ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا. كان في جمعيات بتعمل بشكل قوي جدا قبل، او مجتمع مدني بشكل عام
بيعمل بشكل كبير جدا قبل ثوره 25 يناير في اماكن من الفقيره او المناطق الحدوديه، ده برضو انا اظن ان هو انحصر لحد ما، فده بيؤدي لازدياد نسبه الفقر ونسبه عدد الفقراء في مصر. بدل ما كان 40% تحت خط الفقر، دلوقتي احنا بنقول في 11% انضافوا حسب التقارير اللي حضرتك اذعتوها. انا بقول ان هو يمكن اكتر من كده، لان ده مش عدد يمكن مقرب للحقيقه شويه، لان احنا في ناس دخلت لمنطقه او حيز الفقر بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت. في جهد متواصل ان يحصل دمج او تكامل بين الجامعات عشان نقدر ننقذ اكبر عدد ممكن بالتعاون مع الجهات الحكوميه والتنفيذيه. مش هقدر كجامعات اهليه انا لوحدي اقوم بالدور ده. فطبعا زي حضرتك بتقول هو في نسبه زادت، وده حقيقه واحنا لامسينه على ارض الواقع. طيب أستاذة مروة، المعروف أن مكافحة الفقر لابد أن تشارك فيها الجهات الحكومية ولابد أن تشارك فيها منظمات المجتمع المدني، هما جناحين لا يمكن غناء أحدهم عن الآخر. أكيد. أنتوا كنتوا بتشتغلوا من قبل الثورة، وكان لكم يعني ما شاء الله جمعية رسالة وجمعية الأرمان وبنك الطعام وناس كثيرة جدا كانت بتشتغل، لكن بالرغم من كثرة الجمعيات منظمات المجتمع المدني وكثرة شغلهم في الشارع لأن ما كانش فيه تأثير واضح برضه. ايه السبب من وجهه نظرك؟ السبب انه نقدر نقول انه يعني التشبيه ان انا نشبه حاله الاحتياج للمساعده في مصر انه الارض عطشانه ومهما تحاول ان انت توصل لها الماء هي مستمره ومحتاجه. عايزه اقول كمان انه للاسف الثوره لما جت يعني ادت لنوع من انه عمال اليوميه مثلا الناس اللي بتكسب قوتها يوم بيوم ابتدى انه يظهر في حياتهم اختلافات، انهم يتوقفوا عن العمل، انه اماكن تبتدي تستغني عن جهد بعض الناس. عايزه اقول لحضرتك انه من خلال يعني احتكاكنا الميداني ومتطوعين على ارض الواقع بنشوف قصص يعني شيء غايه في الصعوبه. يعني ممكن اقول لحضرتك نموذج من النماذج اللي احنا شفناها في المنوفيه، كنا بنعمل استكشاف لاحدى القوافل اللي بننزل بيها مساعدات سواء طبيه او مساعدات اغاثيه، ومن ضمن اللي رصدناه حاله زوج وزوجه عندهم 3 أطفال فانفصلوا عن بعض وبسبب انه ما فيش مسكن ليهم، وزوج او اللي بيعول الاسره يعني ساب شغله فقرروا ان هم ينفصلوا وكل واحد يتجوز حد عنده شغل وبيت من الزوج والزوجه، وبالتالي الاطفال بقوا في الشارع. فالاطفال وصلوا لمرحله ان هم كانوا بيناموا في اماكن في الارض زي جحر فتحة في الأرض بيناموا فيها، لدرجة أنه مرة عربية كانت معدية كانت هتدوسهم وهي مش شايفاهم. فبنشوف نماذج يعني غاية في الصعوبة، وعايزة أقول أنه في دور كبير جدا بنقوم بيه سواء في جمعية رسالة أو في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ولكن يعني زي ما بقول زي ما قلت مش ملاحقين يعني مش ملاحقين محتاجين. لكن أنا عايز أسألك مروة، على هل في معوقات في قوانين منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيريه؟ هل في معوقات؟ هل الحكومه يعني الحكومه المفروض انها يكون لها دور مختصه بيه، لكن هل لها دور سلبي معاكم انتوا كمان؟ يعني انتوا بتلاقوا مشاكل، هل روتين مثلا، هل هناك معوقات في عمل خيري؟ هو الروتين زي ما بنقول 30 سنه عدت، مش معقول هنحلها في سنه او اتنين. ده امر طبيعي جدا، ففكره الروتين ده امر مستمر معانا. فكره بقى احنا محتاجين ايه من الحكومه؟ محتاجين دايما الدعم اللوجستي، محتاجين دايما الدعم الاعلامي من الدوله، ده للاسف مش موجود حتى بعد الثوره. يعني احنا كنا بنشتكي من ده قبل الثوره وكنا بنقول اوكي ماشي يعني الوضع يعني كده في كل حاجه، لكن حتى بعد الثوره انه يكون في نوع من عدم الدعم الاعلامي من تلفزيون الدوله والاعلام الحكومي، ده شيء برضو بيثير علامات استفهام كبيره جدا. في نفس الوقت فكره التصاريح المختلفه برضو ما زلنا بنعاني منها، لكن ما اقدرش برضو انكر انه بالفعل في اختلافات كتير بعد الثوره بالنسبه لشغلنا وليكن في جمعيه رساله. طيب استاذ مصطفى، بالنسبه للدعم الاعلامي والدعم اللوجستي من الحكومه المفروض يتوفر ليكم، ايه اللي ممكن يمثل قفزه في العمل الخيري ودور منظمات المجتمع المدني؟ لان كل الدول التي تقدمت وحدثت فيها طفرات جاءت عن طريق تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني. دي حقيقة. أنا عاوز أقول لحضرتك إحنا من الإحصائيات اللي موجودة لدى الاتحاد العام للجمعيات الآلية إن إحنا في مصر 45 ألف جمعية.
45,000 جمعيه بتعمل في نشاط التنموي الخيري والانساني، سواء مساعدات انسانيه او مشروعات تنمويه. لما نيجي نقيس ده على عدد سكان جمهوريه مصر العربيه هنلاقي بمعدل جمعيه لكل 2000 مواطن، ده صعب جدا انك تعمل فيه. قيس حضرتك ان احنا ال 45,000 جمعيه دول منهم يعني ده الحصر اللي احنا نقدر نقوله دلوقتي او من خلال تعاملنا ان هو 1000 جمعيه من 45 هو اللي نشط. ليه بقى؟ لان احنا لما جينا نسال الاتحاد العام للجمعيات الاهليه ايه الجمعيات المسجله لديكم، لقينا 1000 جمعيه من 45,000 مسجلين لدى الاتحاد العام. طالما ان الجمعيه سجلت لدى الاتحاد العام للجمعيات الاهليه فهي جمعيه نشطه بتسعى للتشبيك والتكامل مع باقي الجمعيات الموجوده في مصر. فاحنا عندنا عدم ثقافه لدى القائمين على اشهار الجمعيات الاهليه في مصر، وده دور الدوله لازم تفهم الناس اللي بتشهر جمعيات. احنا بعد الثوره في اشهار الجمعيات الشبابيه بشكل رهيب، بشكل منتشر جدا في كل قريه دلوقتي ممكن نلاقي 6 أو 7 جمعيات، لكن مفيش تشبيك ما بينهم، مفيش قاعده بيانات للفقراء داخل هذه القريه. انا بقيس على النموذج الابسط لدى كل مواطن بيسمعنا دلوقتي. فاحنا لو هنتنقل من خطوه لخطوه 45,000 جمعيه منهم 1000 اللي بيشتغل او نشط، ده حسب الاحصاءات الاتحاد العام للجمعيات الاهليه، وده كان في اجتماع يمكن احنا من خلال الاسبوع الماضي فقط. فانا النهارده ما بشتغل كجمعيه الاورمان وبنزل القرى الفقيره وعاوز اعمل احصائيه عن كل الحالات اللي هي الغير قادره والمحتاجه للتنميه او محتاجه المشروعات او محتاجه لمشروعات بنيه تحتيه اعمل بيوت. انا محتاج الدوله كمان تدعمني انا كجمعيه كبيره، ان انا النهارده عشان اوصل كهرباء وميه للقريه كلها محتاج توصيله راسيه من المركز نفسه، من المركز للقريه تكلفني ملايين الجنيهات، فده ممكن يقضي على كل التبرعات اللي تملكها الجمعيه. انا النهارده بتكلم ما شاء الله بتنزلوا قرى وبتعملوا بيوت كامله وبتدعموا بشكل كبير. احنا يمكن هدفنا الرئيسي في جمعيه الاورمان هو الرعايه مع التنميه. انا برعى كل الاطفال الايتام واللقطاء مجهول النسب، ده شكل كبير جدا. انا عندي يمكن اكتر من 2000 طفل خرجوا ل 2000 اسره بديله، وده هدف رئيسي ان انا ما اسيبهمش للشوارع، ده قبل مرحله اطفال الشوارع او اطفال بلا مأوى. اطفال بلا مأوى دي انا ماليش نشاط فيها، انا متخصص اكثر في الاطفال اللقطاء مجهول النسب، وده نشاط رئيسي عندي في جمعية الأورمان. ثم بنتقل بعد ذلك للمشروعات التنموية، بنزل أنا عندي إحصائية بأفقر 500 قرية على مستوى الجمهورية، ده هدفي إن أنا إن شاء الله على مدار 10 سنوات أكون وصلت لهذه المرحلة، إن أنا انتهيت حتى الآن على مدار 4 سنوات الماضية إن أنا تنمية في 87 قرية. لما بشتغل في 87 قرية دول أنا ممكن أصرف فيهم أكتر من مليار جنيه، بشتغل فيهم تنمية حقيقية، إن أنا بوصل مية وكهرباء وأعمل مسح شامل للبيوت المحتاجة لسقف أو بيت محتاج لهدم وإزالة وبناء من جديد، وده يمكن كله أغلبيته في الصعيد مصر. أنا بشتغل من في 20 محافظة أغلبيتهم كلهم متمركزة من الفيوم حتى أسوان، بطلع في كل محافظات الصعيد حتى المناطق الحدودية في النوبة. أنا أبدأ أشتغل القرى الأكثر فقرا ثم التي تليها، فبعمل مسح شامل لقريه قريه، بنزل اشوف انا هوصل كام توصيله ميه، كام توصيله كهرباء، محتاج تراخيص من الحكومه بشكل سريع، يعني انا ممكن رخصه الكهرباء ده اللي بسال عليه بقى، هم بيتعاملوا معاكم ازاي؟ بيتعاملوا معاكم كمواطن بيطلب توصيل ميه؟ هو انا جهه معنويه لدى الحكومه انا جهه بالظبط، المفروض لما يشجعك بيشجع نفسه يعني، دي حقيقة. او بيدعم نفسه شعبيا حتى. خليني اقول لحضرتك ان الجهاز التنفيذي للدوله قبل الثوره وبعد الثوره هو كان بيرغب في التعاون مع الجمعيات الاهليه لانه بيرفع عنه عبء ثقيل داخل المحافظه. طبعا. فانا النهارده بدا في وعي لدى المحافظين ولدى المسؤولين في الدوله ان انا اشجع الجمعيات الاهليه تجيلي داخل القرى الفقيره اللي عنده في المحافظه، فالمحافظ يمكن ينزل ويشوف معاك انت بتعمل الشغل ازاي، لكن هو ما زال الروتين برضه هو موجود. النهارده عشان اعمل رخصه كهرباء او رخصه ميه ممكن تقعد شهر، انا معايا الفلوس وانا معايا العماله موجوده داخل القريه وانا بشغل الناس اللي تبع جمعيه الاورمان. انا لدي 1000 موظف لكن يعمل معانا اكثر من 10,000 متطوع من ابناء القرى نفسهم، يعني لو انا محتاج اعمل اسمنت او محاره او كهرباء او ميه بجيب من اهل القريه عشان ابدا اضخ. لو انا ضخيت في القريه الفقيره دي مبلغ 4 أو 5 مليون جنيه من مشروعات رؤوس ماشيه واكشاك وامكانيات خياطه وتعريش اسقف منازل واعمل ميه واعمل كهرباء وابني مدرسه واعمل مسجد ومركز شباب، فانا بخلق روح للقريه، بخلق تنميه مستدامه. ده اللي عايز اسال عليه مروه، يعني اليد العليا واليد السفلى في موضوع المساعده الخيريه، خد 300 جنيه كل شهر وشكرا انا كده اديت لك اللي عندي. هذا المفهوم انا كنت يعني في حوار مره يعني مع الحاجه ياسمين الخيام ربنا يديها الصحه وجمعيه الحصري الرائده زيها زي رساله زي الاورمان، احنا بنحيي كل هذه الجهود على فكره. يعني ذكرت انه المشكله ان كل الجمعيات بتشتغل زي بعض، يعني تلاقي في شارع واحد 3-4 جمعيات كلهم بيشتغلوا في كفاله اليتيم. طب جمعيه تشتغل في كفاله اليتيم وجمعيه تشتغل في مثلا في موضوع تاني زي الاسر محدود مثلا يعني او البحث العلمي ازاي تكون المساعده تنمويه بحيث ان تتحول الاسره الفقيره الى داعمه بدلا من مدعومه؟
هل ده موجود وبتفكروا فيه ازاي؟ ده شيء مهم جدا. يمكن في جمعيه رساله احنا بنحاول اننا يكون الانشطه اللي بنقدمها كخدمه مجتمعيه متنوعه، تتنوع ما بين كل انواع سواء كانت مساعدات او تنميه افراد، فده في حد ذاته شيء بنهتم بيه جدا. ده غير انه ال 28 نشاط دول بيندرج منهم انشطه فرعيه وبيزدادوا مع الوقت، يعني تقريبا كل سنه بيكون في نشاط جديد بيبتدي في رساله من خلال افكار المتطوعين. ويمكن ده هو من اهم مميزات رساله، اننا يعني بنطلق العنان قوي للمتطوعين انه اي حد عنده افكار نقدر ان احنا نساعد بيها بنبتدي ان احنا ننفذها. في مساحه كبيره جدا انه المتطوعين هم اللي يطرحوا الافكار اللي يتم تنفيذها. لو اتكلمت على نطاق التنميه، ابتدينا الحمد لله في الفتره الاخيره ويمكن بقالنا يعني كذا سنه دلوقتي شغالين على فكره التنميه، بقى مش مجرد تقديم المساعده، لانه يعني فكر لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد. هنبتدي بقى نفكر في فكره انه ازاي الافراد نفسهم هم اللي يكونوا مسؤولين عن الاكتفاء الذاتي لانفسهم. لو اتكلمت عن التجربه بتاعتنا في النطاق ده، عندنا ثلاث انشطه مثلا، يعني على سبيل المثال كتنميه من ناحيه سد الاحتياجات الماديه والخاصه بالاسر، عندنا حاجه اسمها بنك الفقراء. بنك الفقراء ده يمكن بقاله 9 شهور بس، لكن حقق ارقام كويسه جدا ونتائج حلوه قوي في نطاق الاماكن الحدوديه تحديدا في رفح. الناس في رفح يمكن عندهم وعي كبير جدا، ولكن محتاجين ميه، محتاجين يعني شويه حاجات هي اللي هتوفر في مصدر الرزق الخاص بكل اسره، وفي نفس الوقت هتحقق استدامه للاسر. زي مثلا انه يكون في بير ميه مثلا من خلاله يتم زراعه الاراضي، وقد كان قدرنا ان احنا نعمل في قريتين في رفح بيرين، والبير الثالث دلوقتي شغالين عليه. الثلاث ابيار مياه دول المفروض ان هم بيخدموا الاسر من ناحيه الزراعه ومن ناحيه التوفير، هم هناك بيشتروا الميه، فبدل ما يشتروها مياه الشرب نفسها بيشتروها، فبدلا من انهم يشتروها بقوا ممكن ان هم يجيبوها من خلال محطه البير الاول. ده هو في محطه تحليه مياه، دي الخطوه الثانيه، لكن بير الميه ده قدروا ان هم حتى الان يعني في خلال شهر من اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي يزرعوا 5 فدادين شعير وزيتون وطماطم وعدد مختلف من الزراعات. فده كله شغالين عليه في بنك الفقراء، وشغالين على فكرة تسديد الديون للغارمين، خاصة الناتجة عن الفقر والمرض، وزي مثلا تجهيز العرايس او الحد، يعني الناس اللي هي بتكون محتاجه فلوس فبتستدان علشان تجهز. طيب مروه، في اشكاليه كبيره جدا في العمل الخيري في مصر، الناس بتتكلم عنه وانتوا يعني رواده، يعني بيقولوا ان في بعض المحتاجين بيتحولوا الى اثرياء من خلال حرفه بالضبط. التعامل مع بالضبط. الجمعيات الخيريه ومنظمات المجتمع المدني. يعني ازاي بتقننوا ده، وازاي تتاكدوا ان الحق يصل الى مستحقيه؟ يعني بنك الطعام مثلا رائد في هذا الموضوع، عنده دقه متناهيه في الوصول الى من يستحق، وعنده جهاز رقابي خطير لدرجه انه حصل على الايزو على مستوى العالم تقريبا في تقديم الخدمه. هو متخصص طبعا في شكل معين الفقراء. بقى في بنك الشفاء واشياء اخرى كثيره. ازاي انتوا كاليه، وهسال ده الاستاذ مصطفى برضو، ازاي تضمنوا وصول الحق الى مستحقيه عشان ما يحصلش هدر في الاموال ويحصل على المال من لا يستحق؟ والله ده بيكون على محورين. اولا الموظف المسؤول عن النشاط يعني بيكون عنده خطه حسب مثلا كل فرع من الفروع، وليكن على مستوى القاهره بيكون في نطاق معين هو شغال عليه للاسر المحيطه بالفرع ده، فبيبتدوا ان هم يعملوا استكشاف للحالات المستحقه بالفعل بالتعاون مع الجمعيات اللي موجوده في المناطق دي، سواء كانت المناطق دي جوه القاهره يعني او خارج القاهره. يعني هو جمعيه بيتعاون مع جمعيه بالظبط، ده اللي بيعمله بنك الطعام على فكره. بالظبط كده. وفي نفس الوقت المتطوعين نفسهم يعني بينزل موظفين ومتطوعين علشان يستكشفوا، وبيكون في حاليا فكره متابعه للجوده من ناحيه اداء المتطوع واداء الموظف، هل هو في تقييم يعني
هل هو فعلا وصل الحالات دي لمستحقيها، وعلى اساس ايه اختار الحاله دي، وبيتقسم تدريجات معينه لنوعيه الاسره A B C وهكذا. عايزه اقول لحضرتك يعني بمناسبه بنك الطعام، بجانب بنك الفقراء اللي احنا كنا شغالين عليه في رساله في رفح وموضوع الغارمين في بني سويف والمنيا، ابتدينا كمان نشتغل على موضوع شلاتين. يمكن كنا في الاول بنروح شلاتين من خلال بس اننا نقدم مساعدات مليون مليون ونص ونرجع كل سنه ومن خلال المحافظات، لكن دلوقتي ابتدينا نفكر في فكره التنميه، وبقى في نطاق كبير جدا للعمل التنموي فيها. وعايزه اقول انه في القوافل الخارجيه عندنا في رساله بقى في مشروع بالفعل ابتدوا ان هم يشتغلوا على تنفيذه للتنميه الزراعيه في شلاتين، ويمكن شلاتين فيها يعني قصه كبيره جدا محتاجه استفاضه. اكيد، بس يعني مروه اضافت نقطه او بينت نقطه مهمه جدا استاذ مصطفى، وهي انه الجمعيات او منظمات المجتمع المدني من الممكن ان هي تساهم في حل قضايا سياسيه كبيره. يعني بتتكلم في اكيد عندكم طبعا في العمان بنفس السياسه ونفس التوجه، انك تفرض السيطره على ارضك لحد حلايب ابو شلاتين، فبتقول ان دي ارضي ودول ولادي ودول مواطنيني ودول ناسي. هسال بقى سؤال، يعني دي كانت ده انطباع يعني ليا، لكن هسال سؤال استاذ مصطفى، هو ان كل جمعية مع عظم العطاء اللي بتديه برضو وضوحه محتاج إلى تكامل مع الجمعيات الأخرى. هل في فكر الجمعيات أو فكر قانون الجمعيات الجديد أن يجمع الجمعيات مع بعضها؟ أنا ما أظنش أن القانون الجديد هو بي 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 بيرغم الجمعيات على ده، لكن هو عمل فكرة جديدة أن ندى سلطة شوية للاتحاد العام للجمعيات الآلية. فكرة أن الاتحاد العام للجمعيات الآلية في مصر يقدر يكون شبكة أو تروس ما بين هذه الجمعيات وتكامل في كل واحد ينقصه ايه يكمل الثاني. يعني خلينا ادي لحضرتك مثال قوي جدا، كان انا الحمد لله جمعيه الارمانيه من اقدم الجمعيات اللي موجوده في مصر في العمل الاجتماعي. احنا انشئنا عام 93، فيمكن مر علينا اكثر من 20 عام دلوقتي. فكان عندنا دايما ناسس قواعد بيانات لكل الحالات المحتاجه في داخل المحافظه، زي ما بنعمل كده خريطه لكل محافظه للاحتياج والاسر اللي هي الاكثر فقرا ثم التي تليها او الغير قادره على الكسب نهائيا. فبدانا لما بدا يشهر بنك الطعام ومصر الخير وجمعيه رساله ايضا يمكن قبل بنك الطعام وقبل مصر الخير، فبدانا يكون في ترابط ما بين اكبر جمعيات وايضا الجمعيه الشرعيه، لان الجمعيه الشرعيه لها قاعده بيانات منتشره بشكل كبير جدا. بدانا نكون في تواصل ما بين رؤساء مجالس اداره هذه الجمعيات، هنقول العشرة الاكبر في مصر او الاكثر انتشارا، عشان ما نقدرش نقول ان احنا نحدد ان هذه الجمعيات هي الاكثر حجما في التبرعات او انتشار الخدمات، لكن انا بقول هم الاكثر تواجدا في اقليم الصعيد، او زي ما مروه كانت بتقول دلوقتي ان احنا كمان وصلنا. يمكن يكلمني مثلا فرع من جمعيه رساله يقول احنا طالعين حلايب وشلاتين عاوزين جمعيه الارمان او فرعكم هناك يكون موجود معانا، نكون سبقين ان احنا عندنا جماعه مثلا هنقدم الناس دي احتياجهم البيئي محتاجين ماعز واغنام مع الزراعه، فنقدر نوفر ده. انا ممكن اقدم راس المشايه في وجه بحري وجه ابلي، لكن في المناطق الحدوديه اشوف المشروع اللي يناسب البيئه ايه، فانا ببدا اعمل دراسات مقننه ومدروسه من عندي من اداره المشروعات هنا في الاداره الرئيسيه، وابدا اتفق مع كل الجمعيات التي تعمل في هذا النطاق ان احنا يا جماعه نازلين في قريه معينه سواء في مرسى مطروح او منطقه حلايب وشلاتين او النوبه او كل المحافظات الحدوديه، وده كان مغلق قبل ثوره 25 يناير التعامل الجمعيات الاهليه فيه، فالنهارده بقى الباب مفتوح لكل الجمعيات. عفوا، احنا كمان بدانا نركز على جزئيه اهم، ان انت النهارده مش هتعمل له بس البير الميه او هتعمل له الارض الزراعيه بتاعته، لا، توفير المشروع والخدمه الصحيه. احنا الكارثه هناك في هذه المناطق الحدوديه انه ممكن يقطع مسافه 200 او 300 كيلو عشان يوصل للمستشفى. تخيل حضرتك ان مستشفى جامعه اسيوط ممكن بتخدم محافظه الوادي الجديد، كل المناطق المحيطه بوادي الجديد هي بيتم نقلها سواء حالات حرجه او حالات اصابه عاديه بيتم نقلها مستشفى اسيوط. فاتفقنا مع الساده المحافظين بشكل سريع جدا ان انا بنزل بالقوافل المباشره، ممكن القافله تستمر شهر كامل، اعمل بحث شامل عن كل الحالات المرضيه من العيون والرمض. يمكن انا اجريت اكثر من 15,000 عمليه عيون، ميه بيضاء، ميه زرقاء وقرنيه، كل مشاكل العيون في هذه المحافظات الحدوديه. ثم انتقلت ان انا اعمل مسح شامل لجميع عمليات القلب في هذه الاماكن، لان هو مريض مش هيقدر يعول اسرته، هو مش قادر يتعالج وبياخد علاج غلط هو بيسيء لاسرته، فبالتالي هو محتاج دعم مادي، المحافظ مش قادر. فانا باجي اقول لا، المحافظه دي كانت محرومه على مدار السنين اللي فاتت، احنا متواجدين بشكل قوي جدا كلنا كجمعيات متواجده على الساحه المصريه بشكل كبير ومعروفه لدى الجمهور المصري، او في ثقه من الجمهور المصري ان هو بيدي التبرع لجمعيه الارمان او غيرها من الجمعيات، فهو واثق
ان انت هتودي تبرعه لابعد انسان على الحدود المصريه. لكن انا بقول لو انا ما قدمتش خدمه تنمويه بشكل كامل، بالاضافه ان انا بحط جنبها خدمه صحيه، ان انا بعلم الناس دي تعليم صحي. لما يجي لي النهارده صناع الحياه يقولوا احنا عندنا متطوعين شغالين لموضوع محو الاميه، او ان احنا نشوف المتسربين من التعليم، فابدا اقول له تعاون معايا في نفس المحافظه او تعاون معايا في نفس القريه. مليون مليون بالظبط بالظبط. ده المرحله الاولى. وده نشاط محترم جدا يشكروا عليه طبعا. بالتعاون مع احدى الشركات المحمول، وقدروا كمان ان هم يشوفوا ان نقدر ننتشر على مستوى المحافظه بشكل كبير. هو ده السؤال يا استاذ مصطفى، ازاي تتكاملوا؟ هل من الممكن السلطه التنفيذيه تساهم في هذا الموضوع؟ بالتاكيد. طب الشؤون الاجتماعيه، هل من الممكن مؤسسه الرئاسه ان ترعى مثلا مشروع معين؟ او في فكره اطرحتها مؤسسه الرئاسه، فكره تكامل، ده ان شاء الله هينفذ يوم 29 القادم، وده شيء مشكور جدا ان اول مره يمكن في تاريخ الجامعات الاهليه بيهتم بيهم رئيس الدوله انه يقعد. لا ده بالفعل يعني هيحصل، ده حقيقي، ده 29 القادم باذن الله في قاعه المؤتمرات. هيتم جمع اكبر او اكثر جمعيات انتشارا في المناطق الريفيه الفقيره بانشطه مختلفه. يعني ما ينفعش يكون نفس الجمعيه بتشتغل في مشروع واحد فهم الاثنين موجودين. لا هو بيشوف دلوقتي ان شاء الله هيكرم، ودي اول مره تحصل في تاريخ الجمعيات الخيريه، هيتم تجميع 200 جمعيه في معرض تكامل او ملتقى تكامل برعايه رئيس الجمهوريه، وده شيء يحمد عليه سواء اختلفنا سياسيا واتفقنا بقى كل الخلاف السياسي اللي حصل في البلد. لا احنا بنتكلم هنا عن عمل خيري، عن عمل اجتماعي بحت. فانا بالزبط. عاوز وخلي بالك كمان، وخليها بلاش خيري كمان، يبقى اجتماعي اكتر لانه بيشمل الخير. انا عاوز اقول لك كمان ان هذه الجمعيات المجتمع سواء تحت مظله رئاسه الجمهوريه ليس لها لا انتماء سياسي ولا انتماء ديني، على الاقل جمعيه الاورمان وجمعيه كل الجمعيات التي تتواجد في هذا المعرض. فاللي انا عاوز اقوله احنا هدفنا ان احنا هنبني وهننمي في مصر. لما يجي لنا دعوه زي كده ان احنا في تكامل او جمعيات اهليه تتجمع مع بعض ويتبادلوا الخبرات والتجارب ويتبادلوا بيانات بعض ويبداوا يكون في تواصل بشكل قريب جدا. انا اعرف جمعيه بتعمل حاجات او مشغولات حرفيه مثلا في الوادي الجديد، فابدا تقول ده انا عاوزه منكم دعم او قروض حسنه بشكل المطروح الفلاني. فيبدا انا عرفت النهارده الجمعيه اللي هيحصل. اضافه على ده كمان، وده شيء محمود جدا، انه اول مره هيكرم افضل 10 جمعيات اهليه على مستوى الجمهوريه بمبلغ مليون جنيه من رئاسه الجمهوريه، هتوزع بشكل متساوي 100,000 جنيه لكل جمعيه. ومش هينضم فيهم الجمعيات الكبيره، يعني مش هتبقى منهم الاورمان او رساله او مصر خير او بنك الطعام او صناع الحياه او كل الجمعيات الموجوده دي. ده جمعيه ميزانيتها ما تقلش عن 100,000 وما تزيدش عن 3 مليون جنيه. فدي قيمه عاليه، او ان انا بضاعف او بزيد القيمه المضافه للجمعيات الاهليه في مصر، ان انا بجيب جمعيه شبابيه او جمعيه لسه بادئه وببدا اديلها دفعه، او اقول لهم ده مثال او نموذج ناجح في قريه كذا في محافظه الصعيد مثلا او محافظه الصعيد. فده شيء انا شايفه محمود جدا ومشكور ان انا ابدا اعمل فكره التكامل، وابدا اعمل اخلق ان الجهاز التنفيذي للدوله مع الاتحاد العام مع الجمعيات الكبيره الموجوده بخبرتها ديت تنقل الخبرات دي لكل الجامعات الصغيره. ده ممكن يتجسد يوم 29 في مؤتمر التكامل الذي ترعاه مؤسسه الرئاسه. منتظرين معاكم ان شاء الله. ان شاء الله استاذه مروه. طيب هنتكلم عن الرؤيه لكيفيه استغلال قدرات المتطوعين والعاملين في العمل الخيري ومنظمات المجتمع المدني، لانه يعني هو الموضوع دلوقتي في ان احنا مش بنرعى يتيم مثلا بندي له قرشين ولا نقعده في مكان ولا الكلام ده. ازاي انتوا بتعملوا ده مع الكوادر بتاعتكم سواء المتطوعين او اعتقد عندكم نسبه معينين يعني مثبتين عندكم او موظفين، يعني ازاي بتشتغلوا على ده؟ يمكن رساله عندنا في العام الواحد بيشارك قرابه 150 الف متطوع، ده غير الغير مقيدين اللي هم بيجوا في رمضان والاعياد والمواسم المختلفه ومش بيكونوا مقيدين. فالرقم الكبير ده بنحاول ان احنا يمكن اهم حاجه في رساله واللي قامت على اساسها فكره رساله من البدايه هو نشر قيمه وفكر العمل التطوعي وازاي ان هو ممكن يفرق فعلا في المجتمع وفي حياه المتطوع نفسه. فبنحاول ان احنا نعمل ده من خلال اكتر من حاجه. يمكن لو رحت مثلا لاحدى المبادرات اللي احنا اطلقناها بقوه للعام الثالث على التوالي دلوقتي اسمها مدارس وشركات هتبني مصر. فكرها هو تدريب الطلاب في المدارس على فكر العمل التطوعي. بنروح المدرسه وبنعلم الطلبه نفسهم في المدرسه ازاي يتطوع وليه اتطوع وايه الانشطه التطوعيه اللي اقدر اقوم بيها حتى وانا طفل. ف
فده كله الهدف منه انه يكون في جيل جديد مؤمن بقيمه التطوع وبانه يساعد غيره ويحس بيه، فده في حد ذاته شيء مهم جدا. وقدرنا ان احنا ندرب على مدار العام الماضي اللي هو الماضي اللي هو العام 2012 2013 حوالي 40,000 طالب. ده غير الشركات اللي احنا بنروح فيها وبنبتدي ان احنا برضو نتكلم مع الموظفين العاملين في الشركات والمؤسسات دي عن قيمة التطوع وازاي يكون ليك جزء من وقتك مخصص للغير. ده في حد ذاته يمكن احنا من اهم الركائز اللي بتقوم عليها فكرة جمعية رسالة من الاساس وفكرة الانتشار على مستوى الجمهورية. كمان انه يكون المتطوعين دول في المجالات المطلوبه، يعني مثلا مشروع شلاتين اللي كنت بتكلم عنه، شلاتين بتعاني من اكتر من يعني اقول ايه كارثه بجد، فكره الانعزال، فكره انه الناس اصبحت ما عندهاش يعني الهويه المحدده المصريه الخالصه. في ناس ندت بيتكلموا كلام كبير في الموضوع. اللغه بيتكلموا لغه اسمها روتانا، احدى مشتقه من احدى اللغات او اللهجات النوبيه. فالموضوع في شلاتين يعني زي ما استاذ مصطفى قال كمان فكره الانعزال، لو في حد في حلايب عايز ينزل شلاتين محتاج 3 ايام عشان يمشي ياخدها لو عطشان. هناك من حاول استغلال هذا كله بالزبط. في انهم يطالبوا مثلا بالانعزال عن مصر او عايز اقول الاستقلال عن مصر مثلا. بالرغم من كل ده الناس يعني راضيه جدا بحالها وعايزين يتغيروا، عايزين الدنيا تبقى افضل. مع خلال تواصلكم معهم اكتشفتوا ان المكان هناك من الممكن امكانياته رهيبه، يعني ممكن ان هي تفرق ذاتيا مصر مثلا كلها. يعني احنا فكرنا هو ده، انه ازاي الناس دي تستكفي بالامكانيات والموارد الموجوده الطبيعيه في مختلف المجالات، السياحه والزراعه والصناعه. المكان ثري للغايه، يعني في امكانيات بجد في كل المجالات اللي حضرتك تتخيلها. يمكن مشروعنا احنا بنستهدف منه اننا نستخدم ابسط الامكانيات المتاحه بما يفيد اهل المكان ويحقق ثراء كمان ليهم وكمان يفيد مصر كلها، سواء من الناحيه السياسيه والاستراتيجيه ومن ناحيه كمان انه الناس دي يكون ليها مصدر دخل ثابت، ما تنتظرش من 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 اي جمعيه في مصر سواء رساله او غيرها. يعني بنك الطعام كمان بيروح هناك باستمرار، طب ليه بنك الطعام يقطع الشوط الكبير ده؟ طب ما يساعد اكتر في القاهره ويكون في اكتفاء هناك. مشروعنا انه المكان هناك ما فيش ميه مثلا، وابار المياه يعني محدوده جدا وجودتها، يعني ناس تشرب من ابار مياه فعليا فيها طحالب ودود. ده بيحصل فعلا، والناس بالتالي بتجي لها امراض مختلفه. فده في حد ذاته شيء مهم جدا. فابتدينا نركز على فكره انه يكون في زراعه ومراعي في المكان من خلال المياه المالحه اللي موجوده في ساحل شلاتين اللي هو على ساحل البحر الاحمر. بمناسبه ساحل البحر الاحمر، لو سالت حد وقلت له فين حلايب وشلاتين اللي بنسمع درجه حرارتها في النشره، هيقول في الصعيد او ممكن يقول لك انا ما اعرفش. فده في حد ذاته شيء مهم جدا ان احنا نحس بحلايب وشلاتين في التوقيت ده ونبتدي نشتغل عليه. فازاي نزرع مثلا عشان يكون في مرايا، عشان يكون في منتجات البان، دي ابسط الامكانيات الموجوده. ازاي نستثمر الثروه الحيوانيه والسمكيه الموجوده هناك بوفره وبجوده عاليه جدا. طيب لحوم الماعز. كلامك مروه خليني اسال مصطفى على ايه، ان ازاي تدفع الحكومه انها تشتغل؟ يعني احنا في النظام اللي فات على قد ما هو كان بيسيب الجمعيات الاهليه تشتغل ومنظمات المجتمع المدني، بس يسيبكم تشتغلوا واول ما تيجوا تسلموا المشروع تلاقي المسؤول جاي، المحافظ موجود والوزير موجود، المشروع ده يتنسب ليهم. وكان الحزب الوطني بيعمل حاجات زي كده، وان كان فيهم ناس كانوا كويسين عشان بس ما نحبش التعميم. لكن ازاي انت كعامل في العمل الخيري ومهتم بيه تدفع الحكومه انها تشتغل معاك، انك تقدم للمحافظه دي بروتوكول عمل وتعاون تلزمه بتقديم اشياء. يعني هناك حتى من يعمل في العمل الخيري يلزم حتى اللي هو الانسان البسيط انه يقدم ولو مجهود عضلي. ده حقيقه، بحيث انه يشعر المشروع بتاعه. ده حقيقة. مش بتاع حد تاني. مظبوط. انا يمكن عاوز اقول لحضرتك حاجه، احنا عملنا حاجه من يعني من اول ما انشئنا في 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 القاهره او بدانا محافظه الجيزه،
بدأنا نهتم الأول قبل ما يكون انتشارنا على مستوى العشرين محافظة أو من خلال كل فروع الأورمان أكثر من 30 فرع، وبنشتغل في أكثر من 30 نشاط أيضا تنموي وخيري، إن إحنا مش هدفنا الجهاز التنفيذي للدولة يحضر تسليم مشروعاتي، أنا هدفي هو يعمل لي الدعم الفعلي والواقعي على أرض الواقع، إنه يقدر يسهل لي تقديم الخدمة ديت ويقدر يأمن لي نقل أي دعم أو أي مشروعات أنا بسلمها في المحافظة. فتحركنا على هذا الأساس، اتفقنا مع كل السادة المحافظين وكل السادة الوزراء المعنيين بهذا الشأن من قبل 25 أو بعد 25 يناير، وبدأنا نتفق إن إحنا عندنا في هدف استراتيجي إن إحنا هنعمل تنمية في تلك القرى التي نعمل عليها، ومش هنخرج بره القرى دي إلا إذا حصل شيء بيضطرنا إن إحنا نخرج لا قدر الله في كارثة معينة أو شكل طارئ أو أي مشكلة حصلت في أي محافظة غير اللي بنشتغل فيهم. وبالتالي انا مش هدف ان اروح المحافظ اقول له تعالى احضر معايا حفل تسليم عشان يشوف الشكل الجميل اللي بتستلم بيه الناس وان احنا رفعنا عبء عن كاهل المحافظه، لا انت سهل لي اقدر اقدم الخدمات دي داخل المحافظه ازاي، اقدر منزل قافله طبيه كبيره جدا اعمل استكشاف على كل الحالات دي، انا بصرف يمكن سنويا اكثر من 100 مليون جنيه لعمليات القلب والعيون والقدم السكري والاطراف الصناعيه، وده شيء فيه عبء على كاهل الدوله رهيب. لأن النهارده ما يكون في انسان عنده مشكله ثقب في القلب او قرنيه فاقد البصر، ولو تم زرع القرنيه ديت فهو هيبدا نظره يرجع، او بعد عمليه القلب بيبدا يقدر يتحرك او يركب طرف صناعي يبدا بعد كده يكون انسان منتج او نوفر له مشروع، فهو اترفع انه كل يوم هيكون واقف قدام باب المحافظه. بنشوف دلوقتي احنا عندنا كم من الاحتجاجات والاعتصامات من هؤلاء، هم ما نقولش عليهم ان هو فئه غير منتجه، هم اصيبوا بمشكله في رب الاسره او عائل الاسره، فبالتالي هم بقوا معالى على الدوله اولا قبل ما يكونوا على نفسهم. فاحنا النهارده بنخفف هذا العبء عن كاهل الدوله، بنتجه ان انا النهارده كمان ان كل رؤساء الجامعات، يعني مش بس المحافظ او الجهاز التنفيذي بيتمثل في المحافظه، انا ببدا اتحرك للجامعه. الجامعه لها دور كبير جدا في توعيه الناس، في تثقيف الناس، في ان انا المرحله ما قبل المرض اللي يمكن دلوقتي بنتكلم عليها في الدول الاجنبيه، يعني يمكن المقارنه بيننا وبين الدول اللي بره سبقونا في هذه الجزئيه، ان انا لما اوعي كل الاهالي في المناطق الفقيره او في محافظات خاصه الصعيد او المناطق الحدوديه او المناطق اللي يمكن مره بتتكلم عليها في حلايب وشلاتين والوادي الجديد ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء، كل ده كان متعطش لهذه الخدمه او متعطش لهذه التوعيه. الجامعه بتساعد بدور كبير جدا، الكليات او الاجهزه الطبيه اللي موجوده داخل المستشفيات الجامعيه ده من اكبر واهم الداعمين للخدمه الطبيه في المحافظه، يقدروا يساعدوني بشكل كبير جدا. ببدا اتحرك كمان للمراكز الشبابيه، ببدا اتحرك كل الاجهزه التنفيذيه داخل المحافظه تقدر تساعدني وتدعمني. لو النهارده ايدهم مش في ايد الجامعات الاهليه مش هننهض بالمحافظه دي او مش هنعمل تنميه حقيقيه على ارض الواقع. لكن انا ببدا اتحرك كمان اكثر شمولا، ان انا ابدا دور حضرتك النهارده بنعمله من خلال قناه الجزيره ومن خلال كل وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه، ان ينقل للراي العام وينقل لكل الجمهور المصري اللي هو بيطلع تبرع ده او زكاته او صدقاته عشان يعمل العمل الخيري ده، في حاجه على ارض الواقع بتحصل، في مشروعات اكثر من 100 الف مشروع مثلا تنموي سلمتهم جمعيه الاورمان على مدار العشر سنوات اللي فاتت ديت كلها تبرعات من اهل الخير المصريين. يمكن احنا كجمعيات موجوده على الساحه المصريه او جمعيه الاورمان بشكل خاص اللي نقبل تبرعات من الدوله او من خارج مصر، يعني من المصريين القائمين داخل مصر او خارج مصر فقط. وبالتالي انا النهارده محتاج من الدوله في جهازها الاعلامي، وده يمكن شيء للاسف احنا يمكن دائما بنركز عليه، انه حصل انفصال تام ما بين الجهاز الاعلامي للدوله وما بين المجتمع المدني. ان انا عندي اكثر من 46 وسيله اعلاميه لدى الجهاز الدوله الاعلامي ولدى وزاره الاعلام ليس بها برنامج اجتماعي واحد يناقش مشاكل الجامعات الاهليه ويطرح ما هو انجازات العام الجامعات الاهليه على ارض الواقع. انا بمثل سؤال كده، اعلاناتكم بتدفعوا فيها فلوس سواء الاورمان او الرساله او غيره في القنوات الخاصه؟ كل جامعه بتختلف من شانها لشان اخر او من جامعه لجامعه اخرى. يعني احنا كجامعه الاورمان الحمد لله نصل لنسبه دلوقتي 70% من الاعلانات مجانيه من جميع القنوات. هذا ما نتمناه. استاذه مروه، سؤال اخير في دقيقه واحده. عايز اقول حاجه مهمه جدا بس في الجزئيه بتاعه الجامعات دي، يمكن الجزئيه بتاعه التوعيه. عندنا نشاط مثلا اعاده التصنيع، ده نشاط مهم جدا على مستوى الاقتصاد القومي لانه بيقلل من نسبه الصادرات الوارد، وبيقلل كمان من يعني من الخطر البيئي اللي حاصل من فكره القاء القمامه او التخلص من المخلفات بشكل عام. ففكره انه يكون في اعاده تصنيع ليه وتوعيه باهميته سواء كان على المستوى البيئي او المستوى الاقتصادي، ده بيوفر فعليا ملايين الجنيهات في العام الواحد. يعني عايز اقول كمان ان ده بيتم بيكون مصدر علشان يكون في بعد كده كمان مشاريع تنمويه تنفذ على ارض الواقع. طيب، سؤال واحد فده مهم جدا برضه. نص دقيقه بس، اتفضل.
ازاي العمل الخيري ومنظمات المجتمع المدني تكافح الفقر وتقدم الخير الفاعل فعلا في المجتمع؟ في نقاط، نقطتين ثلاثة. أنا أولا بقول إن لازم الجامعات الصغيرة اللي موجودة في مصر كلها تستفيد من التجارب الجامعات الكبيرة اللي تعمل في هذا المجال. دور يفعل دور الاتحاد العام للجامعات الأهلية في التشبيك ما بين هذه الجامعات سواء الكبيرة أو الصغيرة. إن إحنا يكون كل الجامعات هدفها هو مشروعات تنموية وليست مساعدات نقدية تقدم للحالات الغير قادرة. يمكن التكامل زي ما حضرتك قلت، والإعلام اللي بيطرح وبيسلط الضوء على القضايا المهمة جدا اللي بيقوم بيها المجتمع المدني تجاه المجتمع، وقيمة التطوع اللي بيفرق كتير جدا واللي ممكن يعمل نهضة حقيقية بجد. وكمان انه ننتقل لفكر زي يعني انه يكون في تعليم، انه يكون في توعيه، ده كله شيء مهم جدا. يعني فكره انه يكون على ارض الواقع تغيير، ما نقدمش المساعده بس، لا ننزل كمان ونفهم الناس ليه مهم ان انت تشتغل، ليه مهم ان انت تغير في حياه غيرك. اشكرك شكرا جزيلا. انا المتحدث الاعلامي باسم جمعيه رساله الاستاذه مروه عبد المقصود، كما اشكر المتحدث الاعلامي باسم جمعيه الاورمان الاستاذ مصطفى زمزم. شكرا جزيلا لكما. شكراً لكل من يقدم الخير لأبناء وطنه ووطنه. بعد الفاصل موجز لأهم أو آخر